قانون الرياضه لا يواكب التحديات الجديده. قانون الرياضه في ايه؟ في بنود معينه حضرتك محافظ عليها في قانون الرياضه، هي دي اللي يعني. انا مش متحفظ على بنود، انا اللي شايفه يبقى ما فيش بنود اساسا. معنى ان انت مش عارف تدخل جماهير، معنى ان انت مش عارف تسيطر على الانديه، معنى ان انت مش عارف الامور كلها متوتره، معنى ان الاجواء على طول ملتهبه، معنى ان القنوات والناس والكلام والاساليب والخروج عن الاصول. فين القانون؟ فين القانون في مصر؟ في اي حاجه، اعلام، رياضه، فين القانون؟ اعتقد نماذج كتيره قوي بقت خلاص خلتنا مش مقتنعين بالاجواء الرياضيه في مصر. يا اخي احنا عايزين نتكلم عن لعبه وهجمه واسلوب لعب وطريقه لعب واهداف عامله ازاي وافكار عامله ازاي في الملعب، لكن انت في الدوري المصري بتتكلم عن ايه؟ المشاكل. تعمل ايه للحكم؟ وده راح اتخانق ازاي؟ وده شتم ايه؟ وده الكاميرا قاعده في المدرجات تجيب الناس قاعده تشتم بعض ازاي؟ وده في الدرجه الثانيه اللي طلعوا يجروا ورا الحكم 3 كيلو لحد ما الصدوه وقعوه قدام القطر، وده قاعد يستخبى في بيت الجيران جنب الاستاد علشان مش عارف يخرج، وده شويه شباب صغيرين بيبتدوا حياتهم مسكوا الحكم اتخانقوا معاه والاداري. ايه ده؟ بتكلمني على قانون؟ طب انت بتكلمني على لوائح كمان مصاحبه للقانون، الموضوع مش قانون، الموضوع كمان لوائح مصاحبه للقانون لا تنفذ ولا تفعل بقوه. ما تكلمنيش على لما اقول لفظ الرياضه المصريه عنوان الكابه الرياضيه ما حدش يزعل مني. احنا الاجواء عندنا سيئه. بص بنتعامل ازاي؟ اي حد يكسب او يتغلب في خناقه او في تطاول او في ناس. دي رياضه؟ 10 سنين 7 8 سنين عايشين في اجواء ما تصلحش غير في اقول فين؟ مفيش بقى، ما شفتش بلد في العالم الاجواء وحشه كده. حتى الدول اللي فيها حروب او كده عندهم ايه ده؟ عندهم ايه الاجواء دي؟ حل قانون بلوائح قويه بضوابط واضحه وصريحه بتعاملات بمنتهى القوه والحزم. فانا شايف ان المسؤولين كمان لازم يبتكروا الحلول اللي توقف المشاكل دي عند حدها وتوقف اي واحد متهور، اي واحد يقول انا التراس، اي واحد يقول انا مش عارف انا اصل بحب ناديه، الكلام الفاضي ده كله يقف. تحب ناديك تحترم بلدك.